السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم علي؟ الله يخليك، ازيك يا عامله؟ الحمد لله، تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا حاج. اتفضلك. خير استفردوس، تشرب يا حاج.
انا عارفه طلبه هجيبه له. روحي يا اختي. تسلم ايدك يا عبله، تحرمش منك. والله البنت دي بتصعب عليا، بحس انها مظلومه كده على طول. سيبك منها دلوقتي يا حاج، يخلصك سرايا تسيب البيت اطلبها مرتين ثلاثه في التليفون عشان اطمن عليها ما تردش. هو في ايه؟ هما اللي في بطنها دول مش ولاد ابني برضو؟ اه طبعا. هي ما كانتش قالت لك؟ لا ما قالتليش. قالت علي يا حاج علي. كانك بقى مش عارفه. استغفر الله العظيم، والله انا كنت فاكر انك انت عارفه. انا عكيت الدنيا ولا ايه؟ وايه اصل ده؟ ايه اللي عارفه ومش عارفه؟ ما تقول يا حاج فيه. لا اصل سرايا سافرت مع جوزها تركيا. تركيا؟ يا نهار اسود يا مسدي السودا، شفتي اللعيمه بنت اللعيمه؟ جاي عامله لي بيها حزينه ولابسه لي الاسود وهي مسافره معاها تركيا. ايوه انت تفضلي تقولي لي خليكي عاكله خليكي عاكله كده برضك؟ كده برضك تخبي عليا يا عمتي؟ هنت عليكي للدرجه دي؟ يا بنت اخبي عليكي ايه؟ ما انت شايفه هو انا زيك وانا اعرف عنهم حاجه. ايوه يا اختي ما تعرفيش عنهم حاجه. ماشي يا همام، ماشي يا همام. هو ده العدل؟ هو ده العدل يا عم علي؟ هو ده عدل ربنا؟ ياخدها ايه ويسيبني انا ليه؟ ليه؟ مش قد المهام؟ مستعر مني؟ افضلي انت كده بصي لي ومحلاقيه. عايزاني اعمل ايه يا بت؟ الله، اعمل ايه يعني؟ طيب اهري في روحك وعيطي. اه هو غلطان. خلاص يا عبله انت حره، اعمل اللي انت عايزاه. استغفر الله العظيم. انا ماشي. استني بس يا بنتي، استني يا عبله، مش كده ما يصحش. بقول لك ايه يا عم علي، انا مش عايزك تتكلم معايا خالص. يا بنتي وانا ذنبي ايه؟ الله، انا ما اقدرش اكذب على عمتك. انت يعني ما كنتش قادر تقول له يا حاج علي؟ حرام عليك يا همام، ده مش عدل ربنا يتاخد الاثنين يا لا. والله يا ست فردوس انا ما كنت اعرف، ما حدش قال لي، لا هي قالت لي ولا هو قال لي. ده كانت لابسه اسود وقاعده حزينه ومتخانقين مع بعض، وفجاه لقيتها بتلم شنطه هدومها وقالت انا مسافره مع جوزي. اه يعني كلنا تناتير وانت روخر. انا روخر؟ ماشي يا بنت الله يسامحك. على العموم برضو انا كبير وهستحمل. انا عذرك يا عبله يا بنتي، عذرك. لكن اعمل ايه؟ واحده وجوزها، تسافر معاه تسافر لوحدها، انا ايه اللي دخلني بينهم يا بنتي؟ باذنكم. رايحه فين بس يا عبله؟ داخلة أوضتي يا عمتي، داخلة أوضتي أفكر أشوف هعمل إيه. هتفكري في إيه يا حبيبتي؟ الهم يجيب هم. معلش فوضي أمرك لله واستهدي كده وعقلك. أوعى يعني عقلك يوزك تعملي حاجة في روحك حسن. والله ده أنا موت وراكي. ما يستاهلش بجد يا عمتي، ما يستاهلش إن أنا أعمل حاجة في روحي. ما يستاهلش انك تموتي ورايا. مش ابنك حبيب قلبك اغلى بني ادم عندي في الدنيا. خلاص يا عمتي خلاص، ما كنتش عاوزاه. من النهارده همام متحرم عليا ليوم القيامه. استغفر الله العظيم.
يا بابا. انت مش خلاص ارتحت يا بابا؟ مش جوزتني؟ ما تسألنيش بقى عاملة ايه؟ مفيش حاجة. لا همام نزل. معرفش، بيقول ان عنده مأمورية تبع حضرتك. انا ماليش دعوة يقفل تليفونه ولا ما يقفلوش، انا مالي؟ يا بابا مفيش حاجة، سيبني بقى. طب بابا عن اذنك عشان الباب بيخبط. لا ده انا طالبة حاجة من الروم سيرفيس. ماشي. اوكي باي. باكينان ازيك؟ الله انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا عزم جوز عمتك فاطمة، قصدي اللي كنت جوز عمتك فاطمة. اصل حضرتك طلعت وخبطت من غير حتى ما تتكلم من تحت. معلش، اصلي الاتراك هنا بيعملوا لي خاطر. انا اسفه مش هقدر ادخل حضرتك، جوزي مش هنا. ما انا عارف انه مش هنا. جوزك دلوقتي مع مراته التانيه، بيفرجها على معالم اسطنبول وبيعمل لها شويه مشتريات. ده حتى كان مديني ميعاد وما جاش. مش فاهمه يعني ايه مراته التانيه؟ حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن همام، عن سعيد بيه مهران. الله، هو السيد الوالد ما قالكيش ان عريس الغفله متجوز؟ على العموم دي مسائل عائليه مش من حقك اصلا تتدخل فيها. ليه؟ ما انا اصلا كنت من العائله الكريمه، الكريمه قوي. ما خبيش عليك يا باكينام هانم، انا شمتان. ربنا بيفرجنا عليكوا زي ما ابوك يفرج عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. وانا مالي؟ ممكن تستناني تحت؟ قوي، ممكن قوي يا باكينام هانم. انت بتعملي ايه هنا؟ في حد يستقبل ضيوفه كده؟ ده انا في بيتكم، بيت العز. بيت العز؟ ايه يا وليه في ايه؟ هو انا عزمتك على الغدا وناسي ولا حاجه؟ ولا يمكن اكون سجلت لك سي دي ومستني اقبض ثمنه؟ قصة عليك. طب انا كنت بهزر معاك، بدلعك. بتدلعيني؟ ده يا وليه تبعتيني في فندق وتسجلي لي وانا معاكي وتروحي تبيعي اللي سجلتيه ده لمراتي؟ يا النقص. طبعا انت هنا في حما فاضل بيه. ايوه انا موجوده بقى هنا يا عليا في حمايه فاضل بيه، ولو ما سكتش يا حبيبي هخليه يضربك بسن المسطره على رجليك. يا ماما اهلا 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 يا ريحان. اوه ماي جاد، منوره الفيلا. انت ايه الولد اللي موقفك هنا؟ اوعى الولد ده يكون ضايق في حاجة. خالص مش مضايقني ابدا، بس اصله ايه ولد؟ اوعى اكون عملت حاجة بطالة. خالص، ده جميل ومؤدب. طب بص كده، ده عامل زي الفرخة البيضة. تخيل يا حبيبي افتكر اني انا اللي صورته في الفندق. ايوه يا ريحان، انت لسه فاكرة؟ ده موضوع خلاص بقى انسيه. يلا يلا. هو انا بس يا بابا كنت عايز اسالها مين اللي صورني وبعت السي دي لمراتي؟ مراتك ايه يا حماري؟ انت مراتك دي ماتت من زمان. يلا روح شوف شغلك. عندك حق يا بابا، ربنا يقويك يا حبيبي. يلا. اهلا اهلا اهلا. اقعدي. لا اسمع بقى. اسمعي انت، خرجي الكلام الفارغ ده من دماغك خالص. ما هو كلام فارغ، كلام ابن عم حديد، لكن مفيش حد بيشتغل رحاب الرقاصه. شوفي يا حبيبتي، احنا دلوقتي هنطلع بره نقعد في التراس، افرجك على البسين بتاعي ونتغدى، وبعد كده انفذ لك كل طلباتك. كل طلباتي واضحه، اللي عايزني يتجوزني. ها؟ انا سمعت الحكايه دي فين قبل كده؟ ها؟ مش مهم فين يا عينيا،
المهم لما تحب تنفس ابقى اديني مسكول. سلام. اتجوز؟ مش هديكي مس ديكول يا حلو. ايه يا عزم؟ مش هتبطل الخصله اللي فيك دي؟ خصله ايه وبتاع ايه؟ ده انت طلعت ميه من تحت تبن. انا برضو الميه من تحت تبن. انا هروح جنبكم فين؟ ده انتوا عصابه يا عم. انا استعوقتك طلعت ابص عليك في الاوضه وقابلت باكينام مراتك. انت تعرف باكينام؟ اعرف باكينام يا سعيد. انت ناسي ان انا كنت جوز عمتها؟ يبقى اعرفها ولا ما اعرفهاش؟ انا اسف نسيت. بس انت مفتري. ايه ده؟ داهيه داهيه كبيره قوي. مين اللي كنت جايبها معاك دي؟ مراتك التانيه. اوعى تكذب. العصفوره قالت لي. بس كان لازم تنبهني يا سعيد عشان ما غلطش في الكلام قدام باكينام بنت فاضل بيه. هي حصلت؟ انت ايه؟ مفيش عندك دم؟ اسف يا جماعه ما كانش قصدي. ما كنتش اعرف يا باكينام انك ما تعرفيش حكايه مراته التانيه. انا ما اعرفش عنه اي حاجه بس كده كتير قوي. هو انا عملت لك ايه عشان تعمل معايا كده؟ عارفه جوزك ده يا باكينام بيفكرني بمين؟ بعمتك فاطمه اخت ابوكي مراتي. قصدي اللي كانت مراتي. عزمي انت كده بتغلط فيا وانا مش هسمح لك. ما تخلينيش اندم على اني وقفت جنبك. انت بتصفي حساباتك مع فاضل. ولعلمك بقى انا وباكينام متفقين على حاجات محدش له دخل بيها. صفقه يعني؟ جوازكم مجرد صفقه. بس نقبك هيطلع على الشونه يا حلو، لان كل الصفقات اللي بيعملها فاضل بيه هو اللي بيكسبها في الاخر. اوعى تكون فاكر عشان انت اتجوزت بنته هيبقى ليك حصانه. فاضل بيه ما يعرفش ابوه. فاضل بيه واللي زيه في مصر بقوا فوق القانون. فوق القانون ايه؟ بقوا هم القانون. بيتعاملوا مع البلد على انها بقره بيحلبوا فيها. ولعلمك بقى كلهم محميين واصلين كويس قوي. باكينام مش هي الصفقة فالح. خدوا الحكمة من أفواه الحرامية الصغيرين علشان تعرفوا تتعاملوا مع الحرامية الكبار. أنا مش فاهمة أي حاجة. أنتوا إيه؟ مين؟ وإيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده؟ سرايا، لقيتك ناسي موبايلك في شنطتي، قلت اجيبه لك يمكن تحتاجه. هي دي بقى المدام اللي انت جايبها من ورايا ومخبيها ليه؟ مكسوف منها؟ جرى ايه؟ احنا قاعدين وسط الناس. ما تخافش يا سعيد، ما بيعرفوش عربي. خدوا راحتكم. ما ترد يا سعيد بيه، ولا المدام ما تعرفش عنك حاجه؟ عارفه يا حبيبتي، انا عارفه كل حاجه عن جوزي، وهمام ما بيخبيش عني حاجه ابدا، وانا اللي سمحت له يتجوزك. وعلى فكرة اوعي تفتكري في يوم من الأيام انك مراته بجد. حلوة قوي، طبلت. كان لازم فاضل بيه يحضر القعدة دي. سرايا اطلعي اوضتك. أنا مش هطلع غير وأنت معايا. خلاص باكينام اطلعي أنت. هو أنت مش قادر على مراتك الأصلية؟ بتتشطر على مراتك المزيفة. باكينام اطلعي اوضتك. بقول لك إيه، أنت مالكش كلمة عليا ومش من حقك تقولي اطلعي ولا انزلي. صح، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. انت ايه؟ جنازه وعاوز تشبع فيها لط؟ شمتان في فاضل بيه وبنته. اي حد بيأذيه او يعمل حاجه وحشه ببقى مبسوط. احنا لما نرجع مصر انت هتدفع ثمن اللي انت عملته ده غالي قوي. ايه حلوه يا جميله انت؟ ايه ثمن ايه اللي هيدفعه ده؟ جرى ايه؟ انا قاعد في وسطكم طرطور؟ انتوا جايين هنا عشان تفرشوا لبعض الملايه؟ ملايه؟ الملايه دي عندكم من البلد اللي انت جاي منها. من البلد عندكم؟ امال انت منين يا حبيبتي؟ من النرويج؟ والله كويس قوي ان واحده زيك تعرف حاجه اسمها النرويج. الله الله الله، كنتوا فين من زمان؟ وحشتني الحاجات اللي بتيجي من مصر. فسحت مصر وشرشحت مصر وزباله مصر. قولوا قولوا، شنفوا اذاني. يا ستي اشبعي بيه، انا مش عايزه حاجه منه. انا لو اعرف اصلا انه متجوز واحده زيك ما كنتش قربت منه. ومالها واحده زيك؟ حلوة وجميلة وكل اللي يشوفني يموت فيا.
اللي انت مش قادره تفهميه يا مدام ان انا ما اتجوزتش جوزك عشان بحبه لا سمح الله. انا اتجوزته عشان اخلص من سيطره بابا عليا، عشان يسيبني في حالي، عشان ما حدش يقول لي رايحه فين وجايه منين. يا سلام، هو انت اتجوزتي همام عشان تقرطصيه؟ انا ما بفهمش في اللغه البلدي دي. ليه يا حبيبتي؟ يكون شابوك الخديوي اسماعيل ده حتى حرامي ونصابه قتال قتله. وجوزك بقى يبقى ايه؟ وبيشتغل مع بابايا ليه؟ جوزي بيدور على حقه وحق ابوه. ويطلع ايه بقى حقه وحق ابوه ده؟ بس كل واحده تطلع على اوضتها. يلا وضبوا الشنط، هتسافر بكره مصر. سعيد سايبني رايح فين؟ انت مش شايف اللي انا فيه؟ وبعدين انت ايه؟ عمال تولع فيها نار. شمتان في فاضل بيه وبنته. بصراحه سعيد الراجل ده اي حد تبعه يتاذي ببقى مبسوط ومستمتع. انا بقى مش ده بس، ممكن نتكلم في القرف اللي احنا جايين له شغل. اتفضل اتكلم. صحيح انت شاري اراضي كتير قوي في الغردقه؟ وافرض يعني انت مالك؟ انا ماليش دعوه، دول الجماعه العصابه اللي انت بتشتغل معاهم عاوزين ياخدوا منك الارض اللي هناك دي بالذوق او بالعافيه. ايه رايك؟ انا عندي عقود مع المحافظه وهعمل منتجع سياحي في الغردقه. ما دي حاجه قديمه قوي، تشتري المتر بجنيه وتبيعه ب10,000 جنيه، ولا منتجع ولا مرتجع. قلت ايه؟ قلت هنزل مصر واللي هيقرب مني هقتله. مش هتلحق، هياخدوك من المطار على السجن وانت عليك شيكات من رصيد بالهبل. مش كده ولا ايه؟ احسبها بقى لو كنت بتعرف تحسب صح. حق عليا اللي وقفت جنبك، اديتك اوراق ابوك اللي تقتل ما طمرش فيك. عزمي، كل اللي تسبب في قتل ابويا قتلني، وانا هاخد حقي وهتشوف. يا رب ماليش ويرك حتى اروح له علاش تجيبه. يا رب انا ما بنتش حاجه وحشة في بنيتي. يا رب انا وحشة اوي للدرجة دي، مبيحبنيش ليه؟ انا مطلبتش منه اي حاجة غير انه يحبني ويعملني كويس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، فوضت امري اليك يا رب، بقيش غيرك يا رب. قالي شكرك لك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه خير سفردوس؟ طمنيه، مالها عامل؟ نزلت الصبح اخويا، ما رجعش لغايه دلوقتي وانا مش عارفه اعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هتكون راحت فين؟ طب هو مش همام كان جايب لها تليفون محمول؟ ما طلبتهاش فيه ليه؟ سايباه جوه. انا مش عارفه اعمل ايه وانا لوحدي، والبيت تاني خد مراته ومشي، وحتى ما استعناش يكلمها في التليفون. بتدري لو جرى لها حاجه ذنبها في رقبتك انت وبنتك. وانا ذنبي ايه بس يا استفردوس؟ انا معاك اهو، ايدي على كتفك. قولي لي انزل ادور عليها فين وانا مستعد انزل ادور عليها. ما اعرفش يا حاج علي، اهو ننزل ننادي عليها في الشوارع وامرنا الى الله. طب يعني وهي نازله ما قالتش هي رايحه فين او في حد معين مثلا بتروح تزوره؟ مفيش، ده بنت مقطوعة من سكر، ملهاش إلا أنا وهمام. كل اللي قالته يا عم أنا رايحة أزور الأولية، قلت لها روحي يا أختي، من ساعة ما رجعتش. شلها يا أهل البيت، خير إن شاء الله خير. أهلاً، إيه النور ده؟ أهلاً يا باشا، يا أهلاً. أنا جيت بدري 10 دقايق، بس الصراحة خفت لحسن زحمة الطريق تعطلني عنك ولا حاجة. طب الحمد لله ان ده حصل، لو كنت جيتي بعد ميعادك بدقيقة واحدة كنت هتلاقيني مت من القلق عليكي. ايه الحلاوة دي؟ ده طلع شندويلي عنده سوق عالي قوي. ده سيس كواركي يا باشا، كنت فاكراه الراجل اللي طلعت بيه من الدنيا، لكن طلع نايتي آخر حاجة. ما شاء الله، أول مرة أسمع ست مصرية متمكنة قوي من اللغات، ولو إني بيني وبينك أنا ما فهمتش ولا كلمة من اللي أنت قلتيهم غير كواركي وحلو، دمها خفيف، لايقة قوي على شندويلي. ده كلام مطرقع يا باشا، مصري 100%.
انا بنت بلد يا باشا وجدع، اعرف راجل يعني ايه. ابويا رماني في السوق من صغري، من وانا قد كده اهو، كان كل اللي عينه تطلع عليا ولا يشوفني يقع فيا رهوان. طبعا مين اللي يشوف الجمال والحلاوه وخفه الدم دي كلها وما يقعش رهوان؟ ربنا يخليك ليا يا باشا. من الاخر كده انا واقعه في عرضك، انت تطلقني من اللي اسمه شندويلي ده. ليه ليه بس كده؟ حرام عليكي، طلع نايتي ولا سيس؟ الاتنين يا باشا الاتنين، عمل لي البحر طحينه وفي الاخر ولا طلت ده ولا ده. طيب يا عفريت انتي اتجوزتي ليه؟ كنت فاكره يا باشا هقب بيه على وش الدنيا، اقول للفقر جود باي، بس طلعت له نفسي بالرخيص. اقول ايه بقى؟ شبكه ب 100,000 جنيه وعربيه ب 70,000، واقول له سكنني في الكومباوند بتاعه واخد شقه ايه؟ وسايبني قاعده في محمد علي، يقول لي قال ايه؟ مش هسيب ملكي. عمار شقه ايه اللي تسكني فيها؟ انت اللي زيك يسكن في قصر يا حبيبتي. ايه رايك ما تيجي تقعدي معايا في الفيلا هنا؟ انا قاعد لوحدي، انت عارفه الواحد عذاب. اصل يا ستي بنتي سابتني وسافرت تركيا، يعني ايه تقضي شهر العسل؟ اهو شفت يا باشا، شفت ولاد الناس النظيفه بيعملوا ايه؟ بيروحوا يقضوا شهر العسل فين؟ مش انا حصر عليا كان عايز يوديني راس البر، قال ايه يا اخويا عنده عشه من ايام الطرمان. ده انا سبت عشانه عريس، انما ايه؟ لقطه. ما تزعليش ما تزعليش. تحبي نتعشى هنا ولا نطلع نتعشى بره؟ يا باشا انا من ايدك دي لايدك دي، بس اهم حاجه تطلقني منه وتجيب لي مؤخر الصداق. خلاص نتعشى هنا، وبعون الله بعد العشاء مش هخليكي على ذمته. هو ده يا باشا. الله. فين يا مرفت هانم؟ ومتزوج على الاخر وحاطه ريحه من اللي بجيبها لك بالولوفات. جرايه شنتو، انت بتراقبني يا اخويا ولا ماشي ورايا ولا ايه؟ لا ماشي ورا العربيه اللي اشتريتها بالشيء الفلاني، اعرف رايحه فين وجايه منين. دي مرات ام البنات اللي انا متجوزها بقالي 25 سنه، ما خرجتش من البيت، ما ركبتش تاكسي، ما حطتش ريحه بالالوفات، ولا حتى كلونيا بعشرة جنيه. شوف الراجل اللي كلامه يسم البدن، اما جاحد صحيح. انا اللي جاحد ولا انت؟ جرايه، ما انا قلت لك تعالى نقعد نتكلم في موضوع معين، وانت يعني ولا عبرتني ولا سالت. لا نقعد، فهمني كورك، حخاف اقعد معاك اياك. ولا اكونش عايل نايتي؟ قلت عايزه شبكه بالشيء الفلاني جبناه لك، قلت عايزه عربيه جبناه لك، قلت عايزه هدوم غرقناكي، قلت عايزه مؤخر صداق كتبناه لك. اترين اشتريت سمك ميت. سمك ميت مين ده يا عمر؟ جرايه يا راجل يا مقايح يا هواجي، يا راجل على ما تفرق. اديني فلوسي مؤخر صداقي وانا اسيبها لك. مؤخر الصداق بتاعك هتاخديه وانت نازله التربه على يد ان شاء الله. انت بتهددني؟ طب وحياد ده لا بلغ عنك فاضل بيه. ايوه ما انت نازله من عندهم هيصه. ايوه وكمان عزمني على العشاء. ايه مالكش جوز؟ لا ليا جوز ارانب جوز جزم وانت هدره. ماشي ماشي يا مرفت هانم ماشي، برضو مش هتعرفي تقلبيني. وافتكري حاجة واحدة، ان انا شندويلي. طب يلا انزل 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 احسن ريحتك غرقت العربية، ونصيحة مني ليك اول ما توصل البيت استحمى يمكن ريحتك تتغير. سلام، يلا انزل على عربيتك. شوقي ايه الاخبار يا شوقي؟
اعترف عليا مش كده؟ مش انت اديته فلوس؟ بس اعترف، انا عارف الواد ده ندل. خش خش. ما اعترفش ولا حاجة. أنا اتفقت معاه على الفلوس وهو وافق. المشكلة مش في كده خالص. أمال المشكلة في إيه؟ مات. لسه مات؟ مات في العملية. ما فاقش من البنك. طب ومراته؟ مراته فين؟ محدش شاف وشها من ساعتها. أنا وتوبة اللي كنا جنبه. أنا اللي اتكتب عليا أقف جنب أكتر واحد كرهته في حياتي. الراجل اللي نصب عليا هو ومراته وزليني وكسر نفسي أول ما رجلي حطت البلد دي. هو مات وخلصنا منه من شره. خلي بالك من نفسك يا رمزي. اتقل في روحك. كلها بالحلال. وريه يا شوقي، إيه لازمته الكلام ده؟ وأنت هتموت أنت كمان ولا إيه؟ الموت والحياة بإيد اللي خلقني وخلقك. أنا لا عندي زوجة ولا أولاد. خلاص زهدت في الدنيا، مش عايز منها حاجة. أنا اتبرعت بكل فلوسي لجمعية كفالة اليتيم في بلدنا، وعشان طريقنا مش واحد جيت أسلم عليك وأودعك يا صاحبي. سلم عليا ده إيه؟ أنت رايح فين؟ مسافر في حب الله، في رحمته الواسعة. هروح المدينة المنورة أقعد في رحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جايز ربنا يقبل مني ويغفر لي. أنا مش جاي هنا تاني، أمان عليك. لما تشوف أخوك همام قول له شوقي بيدعي لك ربنا يهديك. السلام عليكم. شوف وشك بخير يا شوقي. خد يا روحي، خد يا قلبي. كل هاني صحيح، كلها. خدي انت البيضة دي. تسلم ايدك يا حبيبي. خدي انت السودة دي. ايه ده، مين ده؟ انا بتهيألي شفت الواد ده قبل كده. ده ابنك، ابنك بسام بيا دادي. ابني بسام؟ اي أيوة والله. لك يا رب. هيا يا بسام، اقعد كل. انت كنت فين المده دي؟ كنت في لندن بخلص شويه شغل. قوم يا انت وهي من هنا، قوم قوم، عايز اتكلم مع بابا شويه. اقعد يا عزيزه، اقعد يا قرد. انت ازاي تتهجم عليا في بيتي وتقول لي دوفي كامل فارغ ده؟ انت الظهر دي ست نفسك. يا بابا مشي الامامه دي من هنا، عيد دول حراميه. لما هم حراميه امال انت تبقى ايه يا اخويا؟ ده انت انت كنت قلت ايه يا عزيزه؟ سيس ولا كويركي؟ لا لا، الثالثه. اخر حاجه وصلت على الموبايل بتاعي عيل كده مبرشط اللي هو بعيد عنك يطب كده على الناس وهم قاعدين يشفط الهوا اللي بيتنفسوه. يا صح صح، عيل مبرشط. انت عيل مبرشط، دي اخر حاجه جت لك؟ ايوه يا دادي. بلاش كلام فارغ بقى، انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت مستغير عشان ولاد الشوارع والحواري يضحكوا عليك؟ شويه حراميه ونصابين بيستغلوا حالتك عشان الهف اللي وراك. بس انا مش هسيبهم، خلي بالك. ولو مدوا ايدهم على اي حاجه في الفيلا حتى لو كرسي خشب اخلص عليهم. انا ابنك ابراهيم بيه، يعني لو على القتل والبلطجه بسيطه، الحاجات دي ورثها عنك ابا عن جد. والله انت كورك، الباشا ما يضحكش عليه واصل. الباشا جامد فحت، جامد تنين، جامد اخر حاجه. اخرس يا دي ساعة، انت لا تخك بالنار وادفنك هنا في الجنينه. يا دهوتي يا خرابي، شفت يا دادي؟ ابنك عايز يضرب جوزي بالنار، وانت يا توب اسكت يا توب وما تتكلمش بدل ما الباشا يضربك بالنار. باشا مين يا عزيزه؟ ده واد صايع، ده لولا احساني عليه كان زمانه دلوقتي مش لاقي ياكل. ولعلمك العربيه اللي بتتمنظر بيها دي هاخدها منك، ومش حطول مني مليم احمر عشان تعرف تتعامل ازاي مع عزيزة هانم اختك. ولما تتعامل معاها كويس ساعتها يمكن اسامحك. اختي مين وعزيزة مين؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اخرس يا كلب، انت بتعلي صوتك على ابوك. ده انا ابراهيم الملطي. يا لا يا نصحي يا رزق. اه يا باشا. امورنا يا باشا، عاوز ايه؟ تو فاكرين انا عملت ايه مع البغبغان الزنجباري؟ هو في حد يقدر ينسى اي حاجه تعملها يا باشا؟ البغبغان وغير البغبغان،
تفكروني علشان انا نسيت، بس انا بيتهيأ لي ان انا أدبت وعلمت الذوق. انت لحقت تهدبه، انت قتلته. شفت؟ سمعت يا ابن امك؟ قتلته عشان علّى صوته عليا، واي حد يعلي صوته على ابراهيم الملطي يا بلطجي هعمل فيه كده، هقتله. بنتي عزيزه، امر يا دادي. ما تبقيش تخرجي من الفيلا لوحدك. ها يعني انت خليكي، انما الواد جوزك ده يخرج يجي يطلع فوق الشجره ياكل موز مش مشكله. واد يا نصحي، امرنا يا باشا. اعمل لي اعلان في الجرنان كده اقول فيه ابراهيم باشا الملطي عايز شويه بلطجيه. حد يقول كده في الجرنال يا باشا؟ امال يقول ايه؟ مطلوب لرجل اعمال غفر، حراس، بولي جارد. صح يا واد، اول مره تقول حاجه صح. ايوه قول لي يا نصحي، انت فاكر الجدع الهلف ده اللي كان شغال عند فاضل اللي كان بيقرقش السكر؟ ايوه فاكره، عارفه يا باشا. عايز خمسه منه؟ لا سته. واحد يفضل مع عزيزه ما يسيبهاش خالص، يفضل معاها على طول، والخمسه التانيين يبقوا زي الكلاب السعرانه يقعدوا تحت رجلي عشان اي حد يعلي صوته عليا على ابراهيم الملطي يهبشوه ويقطعوه حتت. عرفت بقى يا ابن امك اللي بيعلي صوته على ابراهيم بيعمل فيه ايه؟ بيقتله. ماشي يا بابا، حقك عليا. كانش المفروض اعمل معاك كده، كان المفروض اعمل كده مع اللي فاكر نفسه هيقرطسني. بعد اذن. مع السلامة يا واد يا بسام، مع السلامة. يا واد ما تنساش بعد كده لما تحب تتخانق معايا ابقى اطلبني في التليفون الأول. كله كله. الواد غريب، كل مرة يتخانق من غير ما يطلبني في الأول ويقول لي. وخاف لما قلت له الزنجباري يصلح. وين الزنجباري ده يا باشا؟ كمان وانا